حياكم الله يا أحبة. اليوم حنتكلم عن الجزء الثاني من طرح الأعداد الصحيحة، وحنتكلم عن طرح الأعداد الصحيحة السالبة، أعداد صحيحة سالبة بنفس الطريقة من حول الناقص لزائد. شوف المثال اللي معايا، 1 ناقص سالب 2 ماذا يساوي؟ هذه 1، هذه موجب 1 ما أن فيها حاجة. هاي الناقص قلنا بنقلبها صارت زائد، لما بتقلبها شو بينقلب إشارة هذه فورا المعكوس، صارت إيش؟ موجب 2، هذا يساوي إشارتين متفقات زائد، هاي زائد موجب، هاي موجب، 1 و2 3. إذن هذه الطريقة. طيب تعال نشوف أيضا مثال، يقول لي أوجد ناتج -10، هاي -10 ناقص -7. أول حاجة بنعملها إشارة الناقص هذه ماذا نفعل فيها؟ نحولها زائد، ولما نحولناها زائد هذا شو بيصير فيها؟ تتحول أيضا بتصير موجبة. إذا صارت هي -10 + -7. طيب الإشارتين هنا مختلفات، نأخذ إشارة الأكبر سالب، وعشرة راح منهم 7 3. تعال نشوف تمارين من تحقق. يقول لي أوجد ناتج ما يلي، 4 ناقص سالب 12، ماذا يساوي هذا؟ أول حاجة هذه 4 موجب 4، يعني هاي هون ناقص وصارت زائد معكوسة، منقلب اللي بعدها على يسارها فورا شو بتصير؟ بتصير موجب 12. الحين هذا يساوي إشارتين مثل بعض، إذا بنحط الإشارة نفسها، وأربعة زائد 12 هي 16، هي 16. طيب نشوف تمرين آخر، يقول لي -15، هاي إشارة وهاي ناقص -5. إحنا شو بدنا نحول؟ بنحول هذه السالب شو بصير؟ الناقص شو بصير؟ زائد، الناقص زائد وهاي بشو بصير؟ موجبة. إذا الجواب بصير هنا معانا هذه هنا الإشارتين شو صاروا؟ مختلفتين. لاحظ إشارة مين؟ إشارة الأكبر سالب، 15 راح منهم 10 كم؟ 15 راح منهم 5، إذا 10، إذا الجواب هو -10. طيب هاي هنا 18، هاي إشارتها موجب، إذا ما إلها إشارة إشارتها موجب. هنا ناقص بتصير؟ بتصير زائد، وهنا بتتحول فورا بنجيب معكوسة بتصير موجبة. إذا 18 زائد موجب 6. طيب هذا يساوي الحين إشارتين مثل بعض، إذا نحط إشارة الاتفاق، و 18 + 6 24، وهذا هو الحل. طيب تعال نشوف الآن، شوف هذا إيجاد قيمة عبارة جبرية، يقول لي أحسب قيمة العبارة ب ناقص 10، ماذا يساوي؟ إذا كانت الباء هي كم؟ -8. تعالوا ها، بدل الباء هذه شو راح أحط؟ -8، وهذه ناقص 10 هي موجب 10. يعني ها الحين شو بنقول؟ الحين أول حاجة الناقص هاي شو بعملها؟ بعملها موجب زائد، وإذا عملتها زائد هاي شو بتصير؟ بتصير هون سالب، إذا هي -8 + -10. الإشارتين الآن مالهم؟ مثل بعض، إذا إشارة الاتفاق، وثمانية زائد 10 18، إذا قيمة العبارة هاي كلها هي -18 -18. شوف الآن يقول لي إيجاد قيمة العبارة التالية، ألف ناقص باء، وأعطاني ألف وأعطاني باء، إذا هاي الألف بشيلها وبحط بدالها موجب 5، الناقص هاي بنزلها هنا، وهذا قوس، الباء هذه هي -8، هاي -8، هاي أول حاجة عوضنا. لاحظ هنا شو هنا؟ هنا ناقص، بحولها إلى إيش؟ إلى زائد، إذا هاي بتتحول فورا معكوسها، إذا الجواب شو صار معانا؟ الإشارتين مثل بعض، إذا شو بنعمل؟ بنحط إشارة الاتفاق، 5 + 8 = 13، إذا قيمة العبارة هذه كلها تساوي إلى 13. طيب الآن شوف الجيم ناقص ألف، طيب هذا يساوي الجيم، ما هي الجيم؟ هي -9، هاي -9 ناقص هذه بنزلها، هاي هي
والالف ما هي؟ هي موجب خمسة. منين جبناها؟ هذه هي هنا. الان هذه ناقص بتصير هنا موجب، بنعكس هاي اللي هنا بتصير سالب. الحين شو صار معك؟ سالب تسعة زائد سالب خمسة، هذا يساوي الاشارتين متفقتين، اذا هذا سالب. تسعة زائد خمسة اربعة عشر، تسعة زائد خمسة اربعة عشر. طيب الان تمرين تحقق من فهمك. يقول لي من الواقع هذا التمرين، تنخفض اعمق نقطة في قاع البحر الميت عن سطح البحر 799 متر. طب هاي تنخفض، هاي 799 متر. طيب هاي انخفاض، وترتفع قمة الجبل الواقع الى شرق البحر الميت الى 1340 متر، هاي ارتفاع. طيب فوق مستوصف، ما الفرق بين قمة الجبل واعمق نقطة؟ طيب هاي انخفاض هنا سالب، طيب ها الفرق ناقص، يعني 1340 ناقص هذا الفرق، سالب 799 انخفاض. الحين هذه هنا موجب، اول حاجة بنحول هذه، هذا يساوي هاي موجب 1340 وهذه زائد، وهاي بتنعكس اشارتها صارت موجب 799. تعالوا لنجمع الصفر مع تسعة، تسعة أربعة زائد تسعة ثلاثة معايا في اليد واحد. الحين أربعة زائد سبعة 11 معانا في اليد واحد، اثنين، إذا 2139 متر. كذا يا أحبة بيكون درس طرح الأعداد الصحيحة كله انتهى، وإلى اللقاء مع تمارين تأكد.